السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. اقدم لكم في هذا الفيديو اسعار الدولار والعملات ليوم الاحد 14/4/2024 من قناتي انا وحياتي، فضلا منكم وتكرم اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك لايك. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك، سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك 59 جنيه 24 قرش، الدينار الليبي 9 جنيه 84 قرش، الدينار البحريني 126 جنيه 15 قرش، الريال العماني 123 جنيه 54 قرش، الدينار الأردني 67 جنيه 10 قروش، الدينار الكويتي 154 جنيه 45 قرش، الريال القطري 13 جنيه 5 قروش، الدرهم الإماراتي 12 جنيه 95 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 66 قرش، اليورو 50 جنيه 59 قرش. سعر الدولار في البنوك 47 جنيه 54 قرش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء نستعرضها حالا مع بعض بإذن الله تعالى. سجل الدرهم الإماراتي 13 جنيه 21 قرش، الريال القطري 13 جنيه 32 قرش، الدينار الكويتي 160 جنيه 12 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 93 قرش، اليورو 51 جنيه 31 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء، الشراء سجل 48 جنيه 75 قرش والبيع سجل 49 جنيه 47 قرش. بشكركم.